السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اخواتنا وحبايبنا ومتابعينا في كل مكان، تحياتي لحضراتكم. طبعا زي ما حضراتكم شايفين النهاردة يا جماعة رحلة صيد، حبيت اعلق عليها عشان اعرف حضراتكم بعض المعلومات اللي ممكن ان شاء الله تستفادوا منها. صيد اليمام او الطيور عامة يا جماعة ما هو الا هواية جميلة، يعني هواية بتخلي الانسان يعيش اللحظة. الضربة ديت بتبقى بالنسبة للصياد أنا النهاردة سعادة جامدة حبيت جدا. أشارككم الرحلة بتاعتنا الجميلة. سقوط الهدف عند الصياد ما يصطادوا أيا كان المسافة، ببقى سعيد ومبسوط تمام، وبالذات كمان لما أكون أنا بتفرج. بص هنا يا جماعة صيد الغربان، بسم الله ما شاء الله، يعني الغراب بينزل ما بيحطش منطق، الغراب زي ما أنتم عارفين عظمه جامد جدا. بصوا يا جماعه الضربه دي جميله ازاي، هنا الصياد بيدور على الضربه اللي ممكن تنزل الطير ساكت. ركزوا معانا في الضربات هنا يا جماعه، هتبص تلاقي الضربه دايما بتنضرب في مقتل، بتنزل ما بتحطش منطق زي ما حضراتكم شايفين تمام. هنا ضربه مسافه بتاع 15 متر، طبعا حبيت اعلق على الفيديو عشان اعرف حضراتكم بعض المسافات. طبعا احنا بنقطع من الفيديو عشان خاطر ما يبقاش طويل قوي. دي ضربة حوالي بتاع 8 متر 10 متر تقريبا. تحديد المسافات يا جماعة بالنسبة لصيد الطيور، المهارة لما تيجي تدور على ضربة تكون بعيدة، واقفة على السلك بعيد، يعني اما المسافات دي يعتبر ما هيش بعيدة قوي ولكن كويسة، يعني اي صياد برضو بيبقى بيقابلوا الضربات دي. دي ضربة ارضية زي ما حضراتكم شايفين اهي، ده هدف متحرك، ده اسمه هدف متحرك اهو، شايفين الضربة يا جماعة، يعني مسافة كويسة معقولة. في حاجة كمان حابب اعرف حضراتكم عليها، الكاميرات اللي معانا بتجيب على مسافات رهيبة، يعني بتعمل زوم تجيب على مسافة 300 متر قدام منك تمام. هنا بنقول يا ريت تعملوا لنا لايك واشتراك وما تنسوناش في الدعم يا جماعه. الضربه ديت بعد ما انضربت وقعت في البلكونه، طلعت من البلكونه تاني وقعت في حته تانيه اهي، هوب هوب سقطت يا رجاله. بيحصل معانا طبعا مواقف جميله، بصهم انضربت اهي وقعت في البلكونه، سبحان الله راحت طالعه تاني من البلكونه وطايره شويه وقعت في الحته دي. انا مستغرب على اللي حصل يعني. بص الضربه هنا بقى، الضربه دي جميله يا جماعه، مسافه حوالي بتاع 10 متر 12 متر، ضربه كويسه برضو. ده اكتر ضربنا في التلتين الفوقاني اللي هو ايه، بيستهدف الحصله والدماغ والرقبه والدماغ. شايفين هنا بقى في ضربتين جمال جدا، دي ضربه ارضيه، الضربه الارضيه ديت من الضربات المميزه اللي انا بحبها. شايفين الضربة في الحصلة، في الحصلة اهي اهي، طبعا بنعيدها بالبطء تاني عشان خاطر يبقى فيه لذة، بيبقى ليه طعم. يعني انا عن نفسي لما باجي شايتها بالوضع ده بحس بلذة جميلة. انا طبعا الكلب عمال يهبب ورا مني. في هدف تاني كمان عاوز اضربه اهو، عشان خاطر نجيب الفردتين مرة واحدة اهو يا جماعة. طبعا لما تيجي تضرب هدف ما تجريش عليه، اللي إذا ممكن يكون في فرد تاني او الذكر دايما بينزل ورا الفرد، فانت ممكن تجيبهم الاثنين زي ما حضراتكم شفتوا كده مره واحده، ودي بتحصل معانا كتير، بتحصل معانا كتير اللي احنا ممكن نضرب فردتين اتنين بطلقه واحده برضه تمام. شايفين يا جماعه الضربه نازله عامله ازاي، مقفوله مقفوله زي ما قلت لحضراتكم. انا بلخص في الفيديو عشان ما يبقاش الفيديو طويل ساعه وساعتين، انا بلخص الفيديو 10 دقائق او 12 دقيقه او تلت ساعه عشان ما نطولش على حضراتكم، وبطلب من جميع حبايبي ومتابعيني يعملوا لنا لايك واشتراك. هنا الضربه وقعت جوه ورا البلكونه ولكن صحيح، فانا مش حابب ليها تمشي، فهنا طبعا برضو اتحركت شويه، طبعا البوابه مقفوله مش هينفع نجيبها، ولكن هي رزق قطه بقى، رزق حاجه. شايفين الضربة يا جماعة مقفولة اهي اهي اهي، نازلة بتلف و
وساكتة وشايفين ما بتتحركش حتى بعد ما نزلت ثابتة. بصراحة ربنا يا جماعة الكومة 400 بنادق ما اقولكوش، سواء سكوب او غير سكوب، يعني بصراحة ربنا انا واجب عليه اعرف حضراتكم، وكل واحد حر في الاختيار بتاعه. شايفين الضربة يا جماعة؟ بصوا اهي بالبطيء تاني اهي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، اللي عاوز يكسب يا جماعة صل على الحبيب. الله، على فكرة والله والله الكاميرا بتقرب المسافات، شايفين؟ انا لو هرجع هيرجع بالزوم دلوقتي تشوف هبقى انا فين. شايفين يا جماعه؟ دي ميزه الكاميرات الحلوه، لان هي الكاميرا ما هي اللي تقرب المسافه وتوضح الهدف للمشاهد، والالوان بتاعتها الجميله. واعملوا لنا لايك يا رجاله. شايفين هنا طبعا ضربه مقفوله 10 على 10 اهي برضو. اللي حابب اعرفه لكم كمان يا جماعه، الصيد الصبح بدري في الصيف ابتداء من الساعه 5، في الشتاء ابتداء من الساعة 7 صباحا، وفي الصيف 5 صباحا. تمام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. لازم نكسب يا جماعة بذكر الله. هنا برضو ضربة جميلة. بصوا ركزوا يا جماعة في الضربة دي بقى. غراب نزل ساكت، غراب نزل ساكت، والتاني اهو ساكت برضو. هنا برضو غراب، اهي ضربة غراب. بص الضربة هتنزل عاملة ازاي، شايفين اهو محطش منطق. وده كمان غراب برضه اهو فوق منه، نفس الشجرة يعني قريب منه. تمام. وهنا برضه غراب كمان اهو ضرب شوية غربان يا جماعة. كمان حابب اعرفكم لصيد الغراب، وصانا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم من ضمن الخمس الفواصق، والله اعلى واعلم. ولكن اللي احنا بنشوفوه اللي الغراب مخرب، بيقلع الزراعة وبياكل الثمار بتاعت الفلاحين. بص تشوف الضربه نازله ازاي. الله، الضربه دي كيفتني والله العظيم يا رجاله، نازله ساكته. سبحان الله، يعني خير الضرب هو هنا ومسافه السلك، يعني بسم الله ما شاء الله ضربه كويسه. الله ينور عليك يا عالمي. هنا برضه ضربه زي ما حضراتكم شايفين، بسم الله ما شاء الله اهي. الله الله، على فكرة يا جماعة احنا بنحبوش نضرب بسكوب قد كده، يعني احنا دايما بنضرب من غير سكوب، ولكن احنا بنعمل تنويع عشان خاطر ننوع في القناة، مرة بسكوب مرة بدون سكوب، مرة بنشال مرة بدون نشال، وهكذا يعني. فريت كل حبايبنا ومتابعينا يعملوا لنا لايك. شايفين المسافة يا جماعة محترمة، مسافة محترمة. اللهم صل على حضرة النبي. الله برافو عليك، مسافة كويسة. يعني العمود فين اهو، ودي برضو مسافة ضربة أرضية اهي. احنا بنتعلم من بعض يا جماعه. مسافه زي 12 متر ارضيه. اغلبيه الضرب بتاعنا 12 20 25 30، ال 40 وال 50 والزيادات بقى ديت طبعا بتبقى المهاره بقى، وتلعب مع الهدف بقى نص النقطه وربع النقطه. ولكن اقصى حد انت هتضرب عليه، يعني اقصى حد انت هتضرب مثلا على 30 متر. 30 متر مش شويه على فكره يا جماعه، يعني 30 متر مش شويه. 10 15 20 25 30 35 طبعا. ولكن كل ما البندقية تبقى معاك كويسة، ده برضه حاجة بتساعدك كصياد، لأن ما صياد صح إلا بندقية صح برضه، عشان بس نبقى صراحة مع بعض. ما تجيبليش بندقية تعبانة وتقول لي خد يا أحمد يا قناص اصطاد بيها. أنا هصطاد بإيه؟ هصطاد بندقية تعبانة عاوزة جلدة وعاوزة سوستة وجلدة بيت الرش بايظة، يعني كلام برضه مش معقول. اما معاك بندقية كويسة، لو انت مثلا صياد برضو يعني مش على مستوى عالي، هتساعدك البندقية. تمام يا جماعة. هنا برضو ضربة جميلة لخالد اهي. تمام. ولا ليا مش فاكر بصراحة عبال، لا لخالد، هو خالد دايما المتألق يعني هيركنا على جنب. انا حبيت افرحكم يا جماعه ان شاء الله باذن الله تعالى. انتظرونا في الفيديو القادم، هيبقى معانا الشيخ ماهر رمضان، والراجل مشكورا جاي لنا بصراحه ربنا من مشوار بعيد، من دمياط، من دمياط للمنوفيه. ولكن المحبه بقى ما بيننا كصيادين عشق، عشق اللي احنا نقعد مع بعض ونصطاد مع بعض يا جماعه. ما تتخيلوش احنا فرحتنا بتبقى قد ايه واحنا مع بعضنا.
او بنصطاد وبنتفرج على بعض ونتكلم مع بعض عن الصيد وعن جماله. شايفين الغراب نازل عامل ازاي؟ الغراب بص برغم اللي هو كده بس قوي، ولكن مش هيقاوم مع القمة 400 رجالة. نازل ماشي عمال يقاوم، لا يستحيل يقاوم، يقاوم يروح فين؟ هينزل دلوقتي اهو. بص شايفين؟ خلاص انا هجيبها بالبطيء على فكرة، مسافة حلوة يعني، مسافة مثلا زي 15 متر 17 متر تمام. على فكرة احنا ما بنحطوش يا جماعة الرش في بقنا عشان بس تبقوا عارفين، الرش بيتحط ما بين الشفايف ده، ولو صدفت يكون ضربة مستعجلة زي دي كده. لكن احنا معانا جراب بيتحط فيه الرش في جنب الصياد، يطلع منه ويقفل. شايفين الضربة برضو نازلة ازاي؟ ضربنا كل واحد يا جماعة، دي ضربة دماغ، ضربة في الدماغ. بص شايفين خالد مش قد ايه، وغير العمود لسه تحت، يعني العمود لسه تحت بسم الله ما شاء الله، يعني مسافة برضو كويسة يا جماعة. يا خالد تعب من المشوار. يا ريت تعملوا لنا لايك يا رجالة لو سمحتوا، لو تكرمتم تعملوا لنا لايك واشتراك عشان ان شاء الله نستمتع بالرحلات الجميلة. شايفين احنا ماشيين بنصور الطريق عامل ازاي؟ بصوا ضربة الغراب دي بقى يا جماعة، ضربة الغراب ديت هتمتعك كصياد، هتستمتع بصراحة. الله شايفين؟ بصوا يا جماعة في الإعادة، بصوا الضربة عاملة ازاي، بتشوف اللفة، لف دي بترجع لي ايه؟ الضربة في الرقبة، ضربة في الرقبة وقوة البندقية. شوف فين نفس النزلة، لو لاحظتوا الثلاث أهداف اللي ورا بعض دول ضربات رقبة كلك ودماغ، ضرب الرقبة والدماغ بيخلي الطير يفصل. لايك ابو هيكل، حاضر يا ابو هيكل، انا هوصل لك حبايبنا، الصلاه على حضره النبي. اما تدعمونا شايفين نفس الضربه برضه اهي يا جماعه، احنا بنستهدف في اليمامه او في اي طير التلتين الفوقاني، رقبه ودماغ وحصله، دي دماغ اهي، شايفين دي ضرب الدماغ، اما تتحرك تفرفر كتير كده تبقى دماغ. عايزين نشوف الضربه ده هتبقى شكلها ايه. بسم الله، ضرب الدماغ، دماغ دماغ، ضرب الدماغ يا رجاله. معلش اذا كنت انا بزعجكم في التعليق، ولكن انا مبسوط بالضربه، الضربه اللي تنزل تلف حوالين نفسها دي هتلاقي دماغ. بص يلا عشان في فردتين بره اهم، ترفرف ما هدفاش، بس هي دماغ والله. هنا الضربه برضو في البر الثاني، شايفين الكاميرا متخلي الهدف اكنه قريب ازاي؟ ضربه حصله، ضربه حصله نازله مقفوله. بصوا المنظر الطبيعي ده يا جماعه اللي هي ده، شايفين يا جماعه ال 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 الريف المصري الجميل، الريف المصري الجميل بسم الله ما شاء الله، احنا عايشين في الجنه. اللهم لك الف حمد والف شكر يا رب. فيا ريت يا جماعه اللي مش مشترك معانا ينزل يعمل لنا اشتراك. احنا بنستمتع بالضربات الجميله يا جماعه، بنستمتع بالضربات الجميله. شايفين الضربه عملت ازاي؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللايك والاشتراك بيحفزنا وخلينا نعمل فيديوهات اكتر، ونتشجع ونطلع نعمل ضربات جميله وبنلفوا العالم يعني. بص ما بنخلوش حته لما بنروحوا فيها، طبعا داخل مصر مش العالم كله يعني. يعني مثلا جميع محافظات ومراكز مصر باذن الله تعالى بنروحها. حابب اعرفكم الرحله دي يا جماعه، البحيره كبيره ديت باجواركم حماد، الرحله دي عشان تبقى حضراتكم عارفين. بصوا الضربه دي بسم الله ما شاء الله، وقعت فوق السطح، وقعت فوق السطح، ولكن اللي ليك نصيب فيها هتحصل عليه. بصوا ضربه السمكه دي يا جماعه، سمكه اهي اهي والله، سمكه كبيره بسم الله ما شاء الله، بس ما فيش نصيب يعني، بيبقى معانا اللقافه بنجيبوها. ضربة أرضية، دي ضرب الجناح، بصوا دي ضرب الجناح، ليه؟ طبعا هدف متحرك وأنا عامله بالبطيء أهو، هدف متحرك أهو، أنا مبطئ الصورة، ولكن بإذن الله تعالى أنت بتحصل على الهدف، يعني هو ما بيروحش منك ولا حاجة. حابب أقدم تحية لأبو حجاج، الشيخ ماهر رمضان طبعا المحترم، الأستاذ عبد الهادي خليفة، حماد زين، محمد الحصري، طبعا القناص احمد ابو ريشه، القناص عم زهران. ولو عديت يا جماعه للصبح هعد ناس محترمين وقناصين اصدقائي. وكمان طبعا انا حابب اقدم تحيه غاليه للاستاذ احمد رأفت صديق وحبيبي،
ويا رب يا جماعة يكون الفيديو نال إعجابكم، ويا ريت ما تنسوناش باللايك والاشتراك. شكرا لحسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله.